الجميع يعرف الطفل عمرو الملقب ببائع الماء الذي كان يجوب الطرقات والشوارع وهو صغير يبيع الماء ويغني أغاني لاقت مشاهدينا الكرام. هذه الأغاني صدى واسع، وكانت هذه الأغاني سبب شهرته، مثل حبيبي أنت وينك من زمان، أنا قد لي مراعي لك سنين. في بادرة جميلة، عمرو الآن مقيم في المملكة العربية السعودية، ظهر مؤخرا بصفحته على الفيسبوك يبحث عن من صوره أول مرة وأظهره للناس من أجل تكريمه، لأنه كان سبب شهرته على مواقع التواصل الاجتماعي وسبب ما وصل إليه الآن بحسب عمرو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب القلب. اليوم معانا موضوع جديد، بعرض لكم فيديو لشخص كان سبب في شهرتي وانطلاقي في عالم الفن. اسمعوا الفيديو يا حبايب القلب. حبيبي أنت وينك من زمان، أنا كديري مراعي لك سنين. حبيبي أنت وينك من زمان، أنا كديري مراعي لك سنين. أتمنى أن يصل الفيديو إلى هذا الشخص الذي صورني، وحب أعطيه هدية بسيطة وهي تأشيرة عمره مع تكاليف السفر. وأتمنى أن يتواصل معي، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. والحمد لله وصلت إلى ما كنت أتمناه بفضل الله ثم بفضلكم، وتحياتي للجميع.